السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تكوينات زخرفية غائرة على سطح الطينة المتجلدة. ونتعرف مع بعض على طريقة عمل شكل دائري بالشكل بالطريقة هذه، وبعض وضع بعض الزخارف الغائرة عليه، وممكن نستخدم أيضا طريقة الكتابة بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. طبعا إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتركوا القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنشوف مع بعض الأدوات والخامات المستخدمة في هذا العمل. عندي هنا عجينة سيراميك، في منها اللون أبيض وفي منها اللون البني، موجودة في المكتبات، اسمها عجينة سيراميك. أيضا عندنا هنا هنستخدم معانا قطعتين في اللين أو كرتون لهم سمك زي كده، سمك مثلا 1 سنتي أو أقل على حسب السمك اللي احنا نحتاجه، ومشرط أو قلم زي هذا، وكوب أو كاسة زي كده. ده نعمل فيها طينة سائلة إذا احتاجناها، وقطعة من الكرتون. أيضا عندنا هنا فرادة اللي هي، وممكن ضفرة خشبية أو ملعقة أو سكين صغير موجود عندكم في البيت. يبقى كده هذه الأدوات اللي احنا هنستخدمها معانا. هنشوف بقى طريقة العمل. هنجيب هنا أيضا صحن بالطريقة هذه، هنرسم شكل دائري في البداية. هنا هنرسم يعتبر دائرتين، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة شوية أقل منها شوية، أو لو عندكم صحن بهذا الشكل برضو يكون أفضل على طول مباشرة. أنا طبعا عايز أعمل فيها مستويين، بالتالي بقص على قطعة الكرتون الشكل اللي نحتاجه. ممكن نستخدم المقص في القص عشان يكون حذرين أيضا شوية، بحيث إن احنا ما نتعور، وأثبتهم مع بعض الاتنين دول. بأي شريط لاصق أو بمسدس الشمع أو أي شيء. بعد ما ثبتناهم مع بعض ببدأ أجيب الطينة وأعجنها وأفردها بشكل جيد على سطح اللي أنا هعمل عليه. طبعا نكون وضعين ما فرش ونعجنها بس بشكل جيد، نعجنها من 5 دقائق ل10 دقائق، وبعد كده بنضعها ما بين القطعتين الفلين او الكرتون او الخشب، ونبدأ نفردها باستخدام الفرادة. طبعا نخلي سمكها واحد موحد، وده عن طريق قطعتين الفلين اللي امامكم دول، بنخلي السطح كله موحد حجم واحد. بعد كده اجيب الشكل اللي انا قصيته وابدأ اغوص على نفس حجمه تقريبا، وبعد كده هنضعها فوق هنا كده. بهذا الشكل طبعا هي كلها سمك واحد، سمك واحد عملنا في مستويين بهذا الشكل، ونبدأ نقص الزيادات الموجودة. بنحاول نظبطها، تاخد معنا وقت شوية بس بتبقى تظبط معانا. طبعا احنا المفروض نتركها قليلا لان تتجلد شوية الطينة، بحيث اقدر اعمل عليها زخارف. طول ما هي طرية بالشكل هذا ما اقدر اعمل عليها زخرفة. هي هنا كده اعتبر تجلدت شوية، ابدأ اعمل عليها حز او خدش. بهذا الشكل نعمل فيها خدوش كده صغيرة، خطوط عبارة عن عن خطوط. طبعا لازم تكون الطينة متجلدة يعني قاسية شوية، ما تكون طرية لينة مرة. طبعا لو طرية ما هنقدر نسوي عليها الخدوش هذه.
الغائرة اللي احنا شايفناها. بعد كده ممكن من الداخل هنا المنتصف نبدأ نعمل نرسم أي شكل، وممكن نكتب أيضا أي اسم عليها في الوسط. ناخد بالنا من الأشياء البسيطة، نبدأ نعدل فيها بطريقة سلسة كده وسهلة وبسيطة. في المنتصف أبدأ أرسم أي شكل زخرفي. حاول نخلي القلم مائل، القلم يكون مائل عشان لو وقفناه ممكن يخرب معايا الشكل، بحيث إن الحز يطلع معانا بشكل جيد أهو. كل ما نخلي القلم مائل واضغط عليه، طبعا مش هضغط مرة يعني، اضغط عليه قليلا اهو بهذا الشكل، يطلع معايا الشكل الان فيه حز كده. طبعا الحز زي ما احنا شايفين بيكون غير قليلا عن الخدش، الخدش احداث اثر بسيط على سطح الطينة، اما الحز طبعا بيكون اثره اكبر شوية. هكتب مثلا اسم احمد في منتصف هنا، ممكن تكتب طبعا اي اسم اسمائكم على الشكل. بعد كده ابدا اعمل هرسم بقى شكل وردة او زهرة هنا كده، نقسم او نعمل تقسيمات او خطوط بالشكل هذا. بنعمل عملية تكرار للطريقة هي واحد. يعني بعض الخدوش باستخدام سكينة صغيرة، منشارات، مسمار صغير، أي شيء ممكن أعمل به الخدوش هذه، يعني الخدوش أداة أثر بسيط على سطح الطينة المتجلدة، لكن الحز اللي احنا كتبنا به الاسم وعملنا به شكل الوردة هذه. ممكن بعض التأثيرات الخارجية هنا كده عند خارج الوردة هذه عشان تعطي شكل بس. طبعا كده يعتبر انتهينا من عمل الشكل. أتمنى طبعا استفدتم من الفيديو، لا تنسى تعمل لايك وتعليق واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.